البيت بيتكم. اتفضل اتفضل يا شيخ اسماعيل. قول لي يا صالح بيه، الاخبار ايه بحال؟ كالعاده اكل وفتن وخراب. ابراهيم بيك عنده مملوك اسمه جن علي، لا يتورع عن فعل اي شيء. جن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ودي حضره من فين دي؟ جن علي خطير يا شيخ همام، ده تقريبا قضى على كل المماليك المنافسين لسيلو، يا بالذبح يا بالسم يا بالحيلة. بلغتنا حكاية مصطفى بيها. ايوه قتله بعد ما كان معاهده على المصطفى. أعوذ بالله، الخاين ملعون يا مين، ما رعاش حرمة المصحف. مماليك من غير أصل. يخرب بيت لسانك. عفوا يا صالح بيه، مش كل المماليك طبعا، انت اصلك عارفينه بفعلك. معذور يا شيخ اسماعيل، لكن مش كل المماليك، في منهم اللي جه وجواه مراره، غير اسمه ودينه، لكن اللي جوه قلبه ما اتغيرش، فضل حاسس ان هو عبد حتى لو بقى شيخ للبلد. وفي منهم اللي داق حلاوة الوطن والدين. انت أصل الوصل يا صالح بيه. لا لا يا شيخ همام، انتوا الأحسن. قول لي يا صالح بيه، المذبحة اللي حصلت في العرب جنب برديس، مين عمل ايه؟ جن علي، لكن مش المماليك. وضحها لي دي، الموضوع يهمني. للأسف يا شيخ اسماعيل، وسط العرب الأصيلة ساعات بيبقى فيه بعض الخاينين. عربان الجبل اللي جنب برديس قبضوا تمن رقاب العرب اللي جنبهم. مين كبير؟ خازن ولد سليم، يبيع ابوه عشان حته دهب. الاصيل بفعاله يا بيه. الله هاتك يا همام. اول مره يغيب عليكي؟ لا، كان ساعاتي سافر، وانا كنت افضل قاعده جوا اوضتي لحد ما يرجع. لا اكل ولا اشرب ولا ادخل ولا اطلع. هيقولوا خدك صغير. اصغر منك بكتير. ايه اللي هيزعله وايه اللي هيرضيه؟ انا بس اللي هزعله وانا بس اللي ارضيه. وغيرك؟ مفيش غيري. اول لما جيت كنت اخاف منه قوي، وانا لحد دلوقتي اخاف منه قوي. ده حنين قوي، ما اخافش منه دلوقتي. لا خافي خافي، زعله عفش ولو اتعكر هتضلم الدنيا في وشك. همام ده زي العيل الصغير. همام؟ هو انت هتقولي له يا همام حاف؟ امال هقول له ايه؟ مش جوزي؟ جزو رقبتك، ومين يا بنت اللي زي العيل الصغير؟ همام قومي من قدامي، عيلة صح. قومي يا بنتي شوفي لك حاجة العابي فيها. قومي بقول لك من قدامي. خليني أعرف أستنى الراجل، عكرتي مزاجي. استنيه براحتك، ما هي كده كده ليلتي. ليلتك جربت إن شاء الله. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. هنيئا مريئا. غدا الأكابر من صديقهم الفقير. يلا هنيئا مريئا. انما قول لي يا شيخ العرب، لو قامت القيامه الاحباب يكونوا مع بعض؟ امال يا بيه، يومها كله فرجه الا الاحباب في الله. الله اكبر الله اكبر، وانا احبك في الله يا شيخ العرب. انما في الدنيا لو حصلت الحروب والفتن، يا ترى هنكون سوا؟ أنا وكل أهلي وكل ما أملك يا بيه. أصيل وابن أصلة. قل لي يا شيخ همام، أنت خلفت؟ ربك لسه لم يأذن يا بيه. العاطي موجود. إنما قل لي يا شيخ همام، لو حصل المكروه والمواجهة والفتن وحبيت أوصل للقلعة، يا ترى هتكون في ظهري؟ لو ما فضلتش من اهلي كلهم غيري يا بيه، هفضل في ظهرك.
ساعتها هتكون انت الحاكم في جرجة، انت واولادك. اولادي من فرمان سلطاني كمان. احنا حكام يا بيه من غير فرمان. وطول ما انت موجود انا مملوك، ما اعرفش اجامل العرب الاكارم واضايفهم. شرفتونا يا مشايخ العرب. الشرف لينا يا بيه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اسماعيل خلي بالك من كلامك، دي صعب عمر. غصب عني طلعت الكلمة. هتاخد بالك ميتي لما يجي عندك 100 سنة. قول لي اسماعيل، مشايع مين اللي خازن ولد سليم؟ مش فاهم. عاوز مثال أمين مخلص ينفع خاين. مخلص ينفع خاين؟ ما يجتمعوش مع بعض. لا، يجتمعوا وقت اللزوم والحيلة. حد من ولد عمنا يروح يبيع رقبتي؟ رقبتك بعد الشر. معتمد هيكون غالي ويستاهل 200 حته ذهب ولا كنوز الدنيا. لا، هو هيلاقيه ثمن زين قوي على رقبتي. عايز يجي لحد هنا وهيوقع في الفخ كيف؟ هنحاول وخلاص. بس هو لو لقي المرسال قريب مني هيصدق. وحجته ايه المرسال ده؟ عيسى مش محتاج حجه. وش معنى عيسى؟ اسماعيل انا حافظ عيال عمي زي كف يدي. عارف مين اللي انبسط ساعة ما الشيخ يوسف اداني العصاية، ومين اللي بلاها وسكت. كلنا رضينا وفرحنا. كلكم زي بعض. قبلها بمزاجي انا عارف مين اللي دنجر في الارض وقال في سره كيف ياخدها اللي من غير ولد. المهم شي عيسى الخازن ولد سليم، وبكره يجيب الرد. علم؟ وش معنى علم؟ هو كده دي اوامره. وعلشان الراجل لما يلقاك ولد عمه يصدق، ولا عشان عايز يخلص مني؟ قول. من 100 همام هيعضوا في ولاد عمه؟ عطروح ولا قول لولد عمك طلع فرخ؟ ماشي يا اسماعيل، اتفقتوا سوا عليا انت ونسيبك. وانت ولد عمي روح، ما تبقاش جبان. ماشي يا اسماعيل. خازن والد سليم هنا؟ يقول له مين؟ عيسى الهواري وخلص. خش رضيف. انضف من جدودك. تبقى صح. هواري صح. غصب عنك. الهواري اكتر. تقرب لمين؟ والد عم شيخ العرب همام. شيخ عربكم انتم؟ وكبركم كلكم. وانا خازن والد سليم. لعينام عيني مفتحة وعيني مغمضة. عاوزك. قول لي اسمك للسابع جد عشان اتوكد انك هواري. عيسى ولد هاشم ولد احمد ولد محمد ولد همام ولد عمر ولد ريان ولد همام ولد سيبك. قرب 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 يا اصيل. وطلبك ايه؟ راس همام.